هذا اللقاء هذا لتقديم هو تمرين تقليدي نمارسه منذ صدور تقرير الاستراتيجي الأول، سميناه تقرير استراتيجي للمغرب منذ البداية، وكيتناول التطورات الوقائع والسيناريوهات الممكنة انطلاقا من دراسة ما يجري خلال بعض المرات سنتين، مرات أخرى ثلاث سنوات. ملي كتكون الأحداث مكتفة في سنتين كنديروها في يعني سنتين، ملي كتكون الأحداث أقل كثافة كنديرو ثلاثة سنوات. فهذا فيه مدة طويلة ثلاث سنوات، وداخل فيها شوية ديك المرحلة ديال الوباء. والسؤال هو نفسه منذ البداية، منذ 95، ما هي القدرات التفاوضية للمغرب مع العالم وعلى أساس السلوك الخارجي، كيفاش كيتعامل مع القوى العظمى، مع الجوار، مع القارات الثلاث، مع دوائر التضامن، مع دوائر التعاون، كيفاش كيتعامل معهم، يا إما كمجموعات كبرى أو على أساس العلاقات الثنائية وعلى أساس الحياة الداخلية. لأن من الصعب ما كانش توصيات، لأن الباحث ما كيوريش الفاعل اش يدير، كيساعده أنه يحاول أن يساعده إلا بغى يهتم، إلا كيهمه الأمر يبين ليه شنو هي الإمكانيات اللي أمامه، كيفاش يمكن يتصرف نظرا للمعطيات اللي متوفره. التقرير الاستراتيجي المغربي لسنتي 2022-2024 هو تقرير يروم توصيف حاله العلاقات المغربيه مع الخارج، وكذلك توصيف تطور السياسات العموميه، لا سيما في مجالات كالمجال الثقافي والاقتصادي والرياضي، وكذلك على مستوى ما يصبو إليه المغرب لبناء الدولة الاجتماعية. إذن هذا التقرير يتناول عدة جوانب من السياسة المغربية، لا سيما الجوانب التي تهم علاقته بالدول الأخرى، أوروبا وأمريكا، وكذلك علاقته مع إفريقيا، لا سيما في المحيط الأقرب له وهو محيط منطقة ميناء، أي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يخص السياسة العمومية الداخلية، هناك عدة مشاريع حول لا سيما المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي الصحفي، كذلك المشهد الرياضي. هذه تقارير قام بها باحثون يتجاوز عددهم 60، لكي نستشرف مآلات السياسات العمومية لسنة 2024. وجميع التقارير انبنت على مقاربة كمية وكيفية، فيها إحصائيات ولكن فيها استشرافات لحالة الدولة المغربية أو حالة المغرب فيما يخص المستقبل. وهناك اقتراحات وكذلك توصيات، تمثلات، سيناريوهات لما سيحدث في السنوات القادمة.